ضم الينا من القدس الكاتب والباحث السياسي الدكتور اشرف العكه اهلا وسهلا بك الى سكاي نيوز عربيه بدايه متابع ما يحصل هل هناك خطوات متوقعه من الجانب الاسرائيلي تصعيديه ام انك تعتقد بانه الحكومه الاسرائيليه ستحاول ان تضبط الوضع لانه في تصعيد في الشارع الان يعني ما في سيطره على المستوطنين الاسرائيليين الذين يعتدون الان على الفلسطينيين وايضا الشارع الفلسطيني ممكن ان يرد أولا مساء الخير لا بتقديري أن هذه الحكومة تقوم بتركيبتها وبرنامجها تقوم على العدوان وعلى عمليات التوسع وهي اقتحمت جنين وكذلك تقوم عمليا بكل يوم بأشكال من التوسع الاستيطاني ولاحظنا خلال الأيام الماضية مشروع إيوان في محيط القدس ومشروع بوابة السامرة في شمال الضفة الغربية إذا كل أشكال العدوان والتوسع قائمة وبالتالي ما جرى اليوم من عمليات عمليات من عملية عسكرية مباغتة للجيش وللمستوطنين، هذا يعني دفع إلى تصريحات فاشية واضحة بضرورة عمل أمني كبير في الضفة الغربية وقد يلجأ بالضرورة إلى شكل من أشكال الاجتياحات المجتزأة، والاجتياحات تعني هنا أن يمكث طويلا في جنين المدينة أو المحافظة أو في نابلس أو في غيرها من المدن، إضافة لذلك هو يستطيع عمليا أن يشل حركة المواطنين في الضفة الغربية هو يقيم بوابات يعني في على طرقات القرى وبين المدن وقد يغلق المدن والقرى ويشل الحركه كاملا وهو عمليا هناك دعوات لتجديد الخناق الامني والاقتصادي والحصار والعقاب الجماعي وما يعني جرى اليوم من هجوم للمستوطنين بحمايه الجيش على حواره دليل على انه مستمر في العدوان والتوسع لكن دعني اقول كمان شيء اخطر من ذلك <applause> هو طيل السنوات الماضية حول المستوطنات إلى معسكرات الجيش وإلى وجود ميليشيات مستوطنين مسلحين قد يقوموا بمهمات أمنية كبرى عمليا دون تدخل الجيش بهذا الموضوع وهذا هو الشيء الخطير خاصة أن المستوطنين لا يتم السيطرة عليهم يأخذون قراراتهم من مجلس المستوطنات وهناك دعوات من المستوطنين لتكليف الهجوم والاعتداءات على المواطنين وهؤلاء يعني هدا هدا هذا ما هذا ما اريد يعني ان اتحدث فيه، يعني هون نرى انه الجيش الاسرائيلي يعني في السابق له سبب كثيرة في اتخاذ تدابير امنيه وعسكريه، حواجز، قطع، شل، لكن الاعتماد هذه المرة بشكل اكبر على المستوطنين المسلحين تقديم ويبقى الجيش يعني داعم لهم في الخلفية، هذا يعني لماذا؟ هل لأنها حكومة مستوطنين؟ هل هذا إطار جديد من التعامل مع الشارع الفلسطيني بسبب الضغوط الأمريكية أو الغربية على هذه الحكومة؟ يعني أنا بتقديري يعني لا تكترث هذه الحكومة لا للضغوط الأمريكية وبالعكس هي تستغل ضعف الإدارة الأمريكية هذا يعني جانب بالموضوع ولكن يعني أنا بتقديري أن هناك تحضيرات أمنية عسكرية إسرائيل تخشى من أي مواجهات شاملة وبالتالي هي أنشأت ميليشيات تقوم بمهمة الجيش عمليا في الضفة الغربية وبالتالي هو الآن يختبر قدرة هؤلاء المستوطنون على ضبط الوضع الأمني في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية عمليا هؤلاء المستوطنين والمستوطنات كانت فارغه وخرجوا من الضفه بفعل ضربات المقاومه هو لا يريد تكرار سيناريو ذلك خاصه انه يحمل مخطط كبير مخطط ضم مخطط حسم الصراع مخطط فرض القانون الاسرائيلي على الضفه الغربيه هو ينتهز هذه الفرصه والظروف العالميه ضعف الاداره الامريكيه انشغال الاقليم ضعف الحاله الفلسطينيه لتنفيذ مخطط هذه الحكومه في التوسع وحمايه المشروع الصهيوني خاصه ان الضفه الغربيه تعني ما تعني لهذا المشروع لا يمكن ترك الضفة الغربية في ظل تنامي المقاومة في ظل شعور الشعب الفلسطيني بالوطنية الفلسطينية العارمة بهذه الفترة انسداد الأفق السياسي ما قد يدفع القوى الفلسطينية حتى السلطة حتى أجهزة الأمن إلى م. فعل يعني ما لحماية الناس أو مواقف سياسية دراماتيكية وبالتالي الإسرائيلي من جانب يتخبط في طريقة التعامل مع الكيانية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ككل خوفاً من انفجار شامل، ولكن هو بسياساته عملياً يدفع الانفجار شامل، ولا يخشى عملياً من إنجاز لي التعبير أنا خاصة أن هذه الحكومة تخشى ما تخشى أن لا تبقى في الحكم في إسرائيل، تبقى خلافاتها الداخلية ملفاتها الداخلية، ولكن. في موضوع الضفه الغربيه هو يريد ان يحسم الصراع، ان يسيطر على الحدود، ان يفرض الامن في الضفه الغربيه، ان يتوسع استيطانيا كيف نفسر انه سيريد يريد زياده ان يعني يصل الى اليوم مستوطن في الضفه الغربيه دون انجاز الملف الامني بشكل سريع؟ صحيح قرار الاستيطان والاخير لا. كمان ايضا ربما يلعب دور فيما يحدث بشكل اساسي ومباشر، لكن اسمح لي أنا في اخر دقيقه ان اسالك عن ظهور حماس في الصوره لانه العمليات في جنين والرد الاخذ والرد هذا الاسرائيلي والتصعيد الاسرائيلي الفلسطيني كان محصور بالجهاد في الفتره الاخيره الان ظهور حماس بشكل معلن بشكل واضح في هذه العمليه الي ماذا يشير برايك؟ شوف أنا دعني أقول أن جرى طيل الفترة الماضية محاولة إسرائيلية لمقايضة الهدوء في غزة مقابل تفجير الوضع في الضفة، ودعني أقول أن حماس عملياً تريد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، هذا قد يخدمها سياسياً ويخدم ما تريده من شروط تفرضها على إسرائيل في موضوع قطاع غزة، هناك يعني كان الحديث عن موضوع الغاز، عن موضوع تسهيلات اقتصادية، عن موضوع المطار أو الميناء أو غير ذلك من قضايا تحتاجها حماس في قطاع غزة ودعني أقول لك بشكل واضح أن الإسرائيلي يدفع بغزة بعيدا عن المشروع الوطني وما يحضر لغزة شيء مختلف عن وضع الضفة هو يريد أن يتعامل مع موضوع الضفة الغربية كيف يتعامل مع مليون ومئتين ألف فلسطيني هو فقط يتعامل مع هذا الرقم المليون ومئتين ألف فلسطيني الذين يعيشون في الضفة الغربية كيف يتعامل معهم هو بدأ في مخطط عمليا من الجسور والأنفاق وفصل يعني وحركه المستوطنين اليوميه في الشوارع عن حركه المواطنين الفلسطينيين او انجز حوالي 70 80% بقي له نعم. القليل جدا وبالتالي هو عندما يلجا في مرحله لاحقه لفرض القانون الاسرائيلي على الضفه الغربيه سيلزم الشعب الفلسطيني اما الخنوع والرضوخ وقبول يعني اقامات دائمه وهم يعني هذه مخططات عمليا مكتوبه ومعلومه نعم. وهو نعم. هذا اليمين المتطرف الذي ينفذ برنامجه السياسي والايديولوجيه على الضفه الغربيه بالتحديد واضح اشكرك شكرا جزيلا كاتب الباحث السياسي الدكتور اشرف العكه كان معنا من رام